حقيقة فيروسات كتيرة جدا وكل شوية فيروس، احنا بصراحة تعبنا. يعني انا ربنا بس عايز يسهل. اقول لك ان الفيروس ده تم اكتشافه اول مره في سنه 1967، ايوه، فليس فيروسا حديثا يعني. ما انا عارفة، بس ايه اللي طلعه من جديد؟ يعني لابد ان في يعني سبب ما ليه الفيروسات هو ده بتنتشر. محل البحث الذي تجريه المنظمه العالميه، وكذلك احنا في تواصل تام مع المنظمه. شكرا دكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة. فيروسات، فيروسات، ده سؤال مهم جدا. لماذا كل هذه الفيروسات؟ هي مكتشفة من فترة، بس يعني ليه فجأة كل شوية عندنا فيروس جديد بأعراض جديدة؟